حكاية ليلى جميلة جدا ومثال حي ديال النجاح، ومثال حي أنه إذا قريتي راكي كتعتقي راسك من أيتها حفرة اللي تقدري تطيحي فيها. حكاية ليلى هي عبرة قوية الأم صاحبة الحكاية ديالنا الليلة، اللي كانت مكافحة ومجتهدة رغم الظروف ديالها القاسية، وغادي تجيب الحياة إنسانة اللي كانت مثلها وما عرفتش للمستحيل طريق. حكاية الليلة غادي تعلمنا اليوم وبامتياز أنه فاقد الشيء يعطيه وبقوة. وجدوا شي حاجة تشربوها لأنه حكاية الليلة غادي تكون طويلة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا كنتي جديد نقول لكم مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار كيف العاده الدار دارك. اسمحوا لي حيت وعدتكم انني نكون معكم في فيديو البارح ولكن ما قدرتش، عييت بزاف، ولهذا راه كاينه حلقه غدا ان شاء الله اللي غادي نحطها لكم. في حلقه الليله بغيت غير نقول لكم بلي انه الا عندكم شي حوايج تطويوهم جبدوهم، عندكم شي مصلوح، عندكم شي زلاف تغسلوهم، لانه حلقه الليله طويلة ومجبدة وغادي نونسكم مزيان. فقبل ما نبداو في حكاية الليلة بغيت غير نقول لك اذا كان تيبان لك بلي انه هذه القناة تستحق الدعم فما تبخلش عليا بانك تخلي لي واحد التعليق ولو في خير نقطة، وتضغط على زر الاعجاب اللي ما تيكلفك حتى شي مجهود ولكن تيدير معايا واحد الفرق اللي هو كبير. فخليني ما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم يلا لنبدا. انا فاطمه الزهراء، الاسم الحقيقي ديالي فاطمه الزهراء. غادي نبدا لكم بالقصه نتاع ماما باش تفهموا قصتي. جدي اللي هو بابا ماما كان كينتسب لواحد العائله اللي كانت مغندره، بمعنى لاباس عليهم بزاف ومعروفين تما، وحتى هو كان خدام واحد الخدمه اللي فيها مدخول اللي كان كبير وكان معروف بالكاركتر ديالو اللي كان صعيب بزاف. هاد جدي فاش تزوج بجداتي اللي هي ماما ماما حتى هي كانت عندها نفس الكاركتر، حتى هي كانت قاصحه وكانت صعيبه. فاش غادي يولدوا ماما اللي سموها نوره ما غاديش يعطوها الحنان ولا الحب في التربيه، كانوا صعاب معها وكانوا كيعطيوها العصا والغوات وما كانوش كيديوها في حالتها واش نقيه ولا خاصها شي حاجه، ورغم انهم كانوا عندهم الفلوس. جداتي انا ذاك كانوا عندها صحاباتها، وراكم عارفين الناس ديال زمان كل عشيه كانوا كيتجمعوا على البراد نتاع اتاي. جدي بدوره ما كانش مسوق. من بعد 7 سنين تزادت عندهم بنيته واحده اخرى اللي غادي يسميوها مينا، وعقلوا مزيان على هذا الاسم لانه غادي يكون عنصر مهم في حكايتنا الليله. فماما هي اللي نوعا ما ربتها وهي عندها 7 سنين، كانت كتهزها فوق مظهرها من الصباح حتى الليل، وهي اللي كانت كتقابلها وكتوكلها وتتبدل ليها. حتى جا واحد خال ماما اللي غادي يدخل ماما للمدرسه على 8 سنين حيت والديها ما كانوش مسوقين واش يدخلوها ولا لا، وحتى في المدرسه كانت كتاكل العصا واخا ما كانت كدير حتى شي حاجه. داز الطفوله ديالها بهذه الطريقه. من بعد غادي تزاد عليهم خالتي هبه واخوهم واحد اخر، فهاد الوقيته ماما اللي حضناتهم، حيت كيف قلت لكم جدي كان قاصح وما كانش ماما عندها الحق انها تلعب، كان غير اذا دارت شي خطا كانت يضربها بالسمطه ديال السروال، وما كانش اللي يفكا واللي يقول ليه لا راه غادي تموت. واحد الوقيته لظروف ما غادي يخليوها مع جداتي واللي هي امها اللي كانت انسانه نقيه بزاف وكتصلي ومؤمنه وكانت حنينه معها بزاف، كانت كتبدل ليها وما كتخلي حتى شي حد انه يقيسها ولا يدوي معها، لدرجه انه ماما فاش رجعت عند والديها رجعت بالبكا حيتاش ما سخاتش بجداتها اللي كانت لقات عندها داكشي اللي كانت فاقده عند والديها. اول مره غادي تلقى شي حد اللي غادي يهتم بها ويعطيها الحب والحنان. كيف قلت لكم ماما رجعت عند والديها ورجعت للحياه الصعيبه ما بيناتهم. جدي واحد النهار غادي يتخلى على جداتي وغادي يمشي يتزوج بواحد المراه واحده اخرى، وغادي يدير ولاد واحد اخرين في بلاصه واحده اخرى، وما ما عارفين حتى فين مشى. ديك الساعه جداتي ما لقاتش باش تصرف على ولادها اللي ما بيناتهم كانت ماما، فعمت ماما هي اللي غادي تعيط لهم انهم يجلسوا معاها، حيتاش كان عندها واحد الرياض اللي كان كبير وكان حدا واحد الدوره اللي كانت صغيره واللي غادي تعطيها لهم الجده ولوليداتها. وبطبيعه الحال ما عطاتهاش لهم فابور حيتاش هما البنات كانوا بحال شي مساعدين عند ديك عمتهم، واخا كانوا تيقراو ما كيهمش الحال، المهم هما خصهم يخدموها. ماما دازت عليها بزاف صغرها، ما كاين لا حنان لا والو، ولكن بقات شاده في قرايتها. غادي تقبل في الجامعه وهنا بدات كتحس راسها بلي انها نوعا ما مزيان، مشات سكنات بوحدها. كتقول لي ماما بلي انه بحال بدات كتكتشف الحياه وتتعلم بلي انه كاينين ناس خايبين وناس مزيانين، حيتاش مع امها اللي هي جداتي علمتهم غير الشغل وما علمتهمش الحروب نتاع الحياه وما نبهتهمش منها. ماما غادي تقرا ونجحات، وكان صعيب انها باش تكمل حتى الماستر ديالها لانه الوضع المادي ديالهم كان صعيب مع باهم زادوا خلاهم.
فاش هي رجعات خوالتي غادي يتزوجوا، خالتي مينا وخالتي هبه، ولكن خوها الصغير غادي يموت بالسرطان. فهاد الوقيته عمت ماما اللي عطاتهم الدار كانت عندها واحد بنتها فرمليه مزوجه بواحد الراجل اللي كان خدام في الفلاحه. خالتي مينا اللي هي اخت ماما كانت جالسه معاهم كتضرب عليهم تماره، وكانت حياه اللي هي صعيبه. وجداتي كانت عارفه هاد الشيء ولكن ما كانش مسوقة، وكتقول غير خليها معاهم حتى لواحد النهار غادي يجي واحد الراجل اللي هو كبير في العمر اللي كان تيعرفو راجل بنت عمت ماما، وغادي يطلب خالتي مينا للزواج. هي قبلات واخا كان شارف عليها بزاف. دازت سنوات حتى تزوجات به وولدت معاه بنتها الاولى، عاد استوعبات بشنو دارت، وعاد جاتها الصدمه بلي انه تزوجات براجل اللي هو كبير عليها. وفجاه غادي تولي قبيحه مع الناس وصعيبه، وغير كتغوت وكتدبز مع اي واحد جا في طريقها، لدرجه انه بنتها فاش ولدتها ما كانتش باغا ترضعها. هاد خالتي تناقشت شي نهار مع جده وراه ضرباتها، قالت لي ماما بلي انه هاد خالتي مينا غير بغات دير بحال هكا وصاف، اما داك اللي كانت مزوجه به واخا كان كبير في العمر ما كان مخصصها من والو، واللي بغاتو كان عندها. اما خالتي هبه اللي كانت صغيره فيهم غادي تزوج شي واحد من الخارج، وخرجت ماما غادي تبقى بلا زواج، وهي اللي كانت كبيره ما بيناتهم. وسط هادشي كله جده واللي هي مت ماما غادي تورث من امها شي خير اللي غادي تبيعو وتشري دار كبيره، وغادي يرحلوا من عند عمت ماما. جيران خالتي مينا قالت ليها راه عندنا واحد خونا اللي هو الصغير فينا وما كرهناش باش يتزوج. قالت لها خالتي مينا راه عندي واحد اختي اللي سميتها نورا. ماما ما سولاتش عليه شنو تيدير ولا شنو تيخدم لا حتى شي حاجه، قبلت به تزوجوا ومشات معاه على اساس انهم غادي يسكنوا بوحدهم. حتى لواحد النهار تفاجات ولقات بلي انها غادي تسكن مع دارهم مع امو ومع اختو فواحد المدينه واحده اخرى، وهنا غادي تفاجئ بواقع واحد اخر مخالف الكلام ديالو. الفقر الحقيقي ديال اذا تغديتي ما غاديش تعشاي، والشقاء غادي يطيح عليها كامل هي وراجلها اللي هو بابا اليوم. مع مرور الوقت بدات تكتشف عليه بلي انه كان زهواني بهذا المعنى، وتيمشي غير مع العيالات والفساد والقمر الى ما اخره. كان خدام واحد الخدمه اللي فعلا كان تيجيب بها الزبابل ديال الفلوس، كان خدام مهندس ولكن رزقه كله كان تيمشي في القمر والعيالات وما كيعطيها هي حتى شي ريال. ديك الساعه ماما قررت باش انها تنوض تشمر على يديها وتنوض تخدم. غادي تنوض تخدم، شي وحده من عائلتها غادي تدبر لها على خدمه في واحد الشركه. فعلا خدمات وكانت كدير لا نافيت كل نهار، وما كانوش كيسولها واش فلان عندك باش تمشي، واش عندك فلوس نتاع ترونسبور، واش مزيانه لك هاد الخدمه، والو. المهم هي بدات كتصرف على راسها وكتجمع شويه ديال الفلوس باش انها تلقى باش تعيش. حتى لواحد النهار جده غادي تعيط على ماما وتقول لها رباكم رجع وراه جالس عند خواتاتو اللي هما عماماتك وراه قربات ليه الموت وبغى يشوفكم ويتسامح معاكم. ماما بقوا داكشي اللي دوزات في صغرها والفراق اللي مشاو وخلاهم غير هكاك ما عندهم حتى باش يعيشوا لو كان ما كانش ديك عمتهم، فهي وخواتاتها رفضوا باش انهم يتسامحوا معاه، علما انهم قايلين لرجالاتهم بلي ان باهم راه مات وما قالوش ليه بلي انهم مشاو خلانا فعلا من بعد غادي يموت. فماما غادي تقرر باش انهم من بعد 5 سنين من زواجها من بابا تحبس الموانع ديال الحمل وغادي تحمل بيا انا. انا فاطمه الزهراء. فاش سقت الخبر بلي انها حامله وعدت الله بلي انه هاد البيبي اللي غادي يجيها غادي تعاملو بداكشي اللي ما كانتش تعاملات به، غادي تكون حنينه معاه وغادي تكون صاحبته واخته وغادي تكون ليه كلشي. ماما كتعاود ليا بلي انها ما تعذباتش في حمالتها بيا لدرجه انه ما كنتش كنتحرك في كرشها، وكيصحاب ليها بلي انني مت وكتمشي عند طبيبه حتى كيقلبوا ليا الدقات نتاع القلب وكيقولوا ليها بلي راه باقا في الحياه. حتى من ولادتي دازت ميسره، كانت ديما كتطلب وكتدعي الله انني نكون مخلقه ومؤدبه ونكون كنشبه لبنت سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام في اخلاقها، داكشي باش سماتني فاطمه الزهراء. ولدتني وقفلت عامين وهنا فكرت باش انا ترجع للخدمه، لكن منين شافتني بلي انني متشبته بها وباقا محتاجها غادي تخلى على خدمتها وبقات مقابلاني واخا تزيرت ماديا، حيتاش بابا نادرا فين كانت يعطيها شي حاجه، واخا هكاك تقاتلت حتى ربتني. منين وانا صغيره وماما كتقول لي بلي انا وياك صحابات انت ماشي غير بنتي، تخيلوا كنت كنعاود لماما كلشي منذ نعومه الاظافر ديالي وكانت كتسمع ليا، واخا داكشي اللي كنت نقول كان تافه وما كانش مفرز كانت كتعطيني ودنها وكانت كتسمع ليا، كانت كتحاور معايا، واذا كانت دياني المدرسه في الطريق ديالها كنت كنعاود ليها وكتبقى كتجاوب معايا وكتناقش معايا وانا مازال باقا صغيره بزاف. حينها غادي نقفل 6 سنين وماما قفلت 12 العام ديال الزواج مع بابا، وهنا بحال كثرت الخيانه الزوجيه ديالو لواحد الدرجه اللي كانت كبيره، وهنا ماما فرقات فراشها معاه حيتاش خافت لانه يمشي يجيب ليها شي مرض اللي غادي يعاديها،
غادي تكرهو لدرجه ولات انه كتبان ليه هذيك الدار اللي هي ساكنه فيها مع عائلته كحله. وبالليل كانت كتحلم غير بداك الشيء اللي كان تيخلع. كتحلم راسها في واحد الدار اللي هي كحله وناس دايرين بها كحل وباغين يقتلوها، ولا كتجي كتقلب عليهم وما كتلقانيش. يعني الاحلام اللي كانت كدير كانوا تيخلعوا، ولات ما بقاتش قاده شي حد انه يهضر معاها ولا حتى يتناقش معاها، ولات كتكره كل شيء وغادي تطلب من بابا طلاق، غادي يرفض. حتى لواحد النهار غادي تكون غير هي وعمتي اللي هي اخت بابا بوحدهم في الدار، وغادي تجي واحد السيده وغادي تدق الباب. ماما فاش حلات قالت لها هذيك السيده واش انت هي نوره مرت فلان؟ اييه. ايوا انا راني خطيبته، راه جا طلبني من دارنا. كيفاش طلبك من داركم؟ شنو كتقولي؟ ماما تصدمات، عارفه بلي انه تيخونها، ولكن قالت بلي انه ما غاديش يوصل به الوقاحه انه يتزوج عليها. انا في لحظه غادي نخرج من الباب حدا ماما، هي غادي تشوفني على اساس بلي انني بنته. وقالت لماما والله ما يكون لك. ماما بقات غير مصدومه. عمتي غادي تغوت هي وديك السيده وغادي تسد عليها الباب وغادي تصوني ماما لبابا وغادي يجي لغد ليه. غادي يجي لغد ليه لحقيتاش بابا كان تيمشي على 15 يوم على 10 ايام كيخبر فيها ما تيكونش في الدار. وهنا غادي تقول ليه دابا غادي تحط ليا براسي وغادي نطلقو والله يعاونك. ماما غادي تجمع ليا حوايجي باش انها تديني، وما غاديش يبغيو يخليوها وغادي يسدوا الباب. في الاخير غادي تحيد لهم الساروت وتحل وتديني معاها، ولكن حتى من حوايجنا ما غاديش نديهم كاملين. غادي تبدل ليا المدرسه وغادي نشدو الكار باش نمشيو لعند جداتي. ماما كتعاود ليا بلي انه وهي كانت شاده الطريق كانت كتقول عندي غير الله، حيتاش المراه اذا طلقات انا ذاك ولا اليومين هذا كان عيب، وكيبدا كلشي كيشوف فيها واحد الشوفات اللي انا حتى شي حد ما غادي يوقف معاك ولا غادي يعاونك. وهنا جا الوقت فاش انها خاصها تقلب على خدمه. كانت خايفه من شنو مخبي ليها غدا. المهم فاش غادي نوصلوا عند جداتي غادي يكون الصيف، واقترحت عليها باش انها ترتاح بيد ما وصل شهر 9 وتبدا تقلب على شي خدمه. غادي تجي عند جداتي خالتي مينا وخالتي هيبه، وماما غادي تكون جالسه وغادي يبقاو كيسمعوها كتهضر غير بوحدها بحال كانت كتهضر مع شي واحد اللي جالس حداها. انا كنت باقه عقله على التفاصيل. ماما كانت كتجلس تهضر غير بوحديتها وداكشي كان مبالغ فيه، بحال كتناقش مع شي حد حقيقي اولا كتغوت معاه وهي راه غير مع راسها. شويه داكشي كان غادي وكيضعف ليها، وجداتي غادي تخلع ما غادي تعرف ما دير. غادي تمشي عند الفقيه وتقول ليها شنو وقع لبنتي وشنو وقع، وراه ما عرفنا شنو غادي نديروا ليها وما عرفنا شنو هذا الشيء. الفقيه غادي ينصحها بالرقيه الشرعيه، بمعنى انه بنتكم تمشي ترقي راسها براسها. ماما فاش غادي تقول ليها جده شنو ديري، فعلا غادي تحفظ بعض الصور وبعض الايات من القران، وغادي تعتمد على راسها انها ترقيه وتلتزم بالصلاه وخصوصا الصلاه ديال الفجر. وهنا بدات كتحسن حالتها والاحلام بداو كيخفافوا وما بقاش كتهضر مع راسها كيف الاول، ولكن داكشي كانت مازال فيه شي اثار. هنا جداتي فهمات بلي انه شي حاجه مديوره لماما، شي سحور كاين تما، حيت داكشي اللي وقع ليها ما كانش طبيعي. غادي يجي شهر 9 وماما غادي تخرج تقلب على خدمه، غادي تمشي لمدينه واحده اخرى فين غادي تقلب على هذا الخدمه وتخليني عند جداتي نبدا القرايه تما. هي فاش ركبت الكار باش تمشي انا كنت كنجري من مورا الكار، وجده كتحاول تبعني وانا تنبكي وقلبي بغى يخرج من بلاصتو. انا داك باقا كنعقل كان في عمري شي 10 سنين وتنبكي وباغا نحماق. وهنا فين غادي تبدا حكايتي انا. جداتي كانت مربيه واحد البنت اللي عائلتها عندهم بزاف ديال الاولاد وما فحالهمش وما عندهمش باش انهم يربوا وليداتهم. ديك البنيته كانت كتلعب قدام الدار تاع جداتي، هاد الاخيره غادي تطلب من عائلتها باش انها تربيها وما يخليوها ليها. شدتها جداتي منين وهي صغيره كتربي فيها، في الويكاند كتمشي عند عائلتها كتطلع لهم كتعاود ترجع. انا داك فاش مشيت لعند جده ديك البنت كانت في عمرها 21 22 سنه، اللي هي خالتي اسيه، هي اللي كانت كتشدني عند جداتي وكتقريني وكديني المدرسه وكتجيبني. هاد اسيه كانت حنينه عليا وكانت بحال ماما، وما كانتش كتحمل خوالاتي خصوصا خالتي مينا حيتاش كانت صعيبه، وقت ما جات كانت كتجبد شي مشكل ما بينها وما بين جداتي باش انها تغوت عليها ولا دير لها شي حاجه. بعكس ماما اللي كانت وقت ما كتجي كتنصحها وكانت قريبه منها وعزيزه عليها. ومن كاع فاش ماما كانت كتشوفها كتحن عليا زادت تعززت عندها. دازت واحد 4 شهور ما لقاتش ماما خدمه تما، واللي دفعت ليها ما كانش كتهز فيها وكانت جالسه غير في الدار نتاع خالتها. خالتي مينا كانوا عندها صحابات وبزاف ديال المعارف، كانت عندها واحد صاحبتها اللي حتى هي عندها معارف اللي كانوا بزاف. قالت ليها راني تنعرف واحد السيد اللي عنده جروب نتاع لوطيلات في المغرب وزوج نتاع لي زاجونس ديال فواياج، وراه الاداره كاينه في البلاصه الفلانيه
اللي مكلفه بهذا الشيء، وراهم بغاو شي وحده انها تخدم معاهم في واحد لوطيل. واش تجي تخدم معاهم؟ ماما فاش مشات عطاوها الكوزينه وما كانوش عارفين بلي انها قاريه. فعلا مشات وجلست مع ديك السيده اللي هي صاحبه خالتي مينا، بيد ما جمعت ماما شي رزيق باش انها تحرك. فعلا خدمت ماما في الكوزينه مع الشيف كويزيني، كتنقي لها الخضره، كتعاونهم في الطياب، وكانت مكرفصه وما كانش شي خلاص في المستوى. حتى لواحد النهار صاحبه خالتي غادي تلقى بداك الباترون ديالهم وقالت لي علاش خدمتو نورا اللي هي ماما في الكوزينه، هي راه عندها اجازه في الحقوق وكدوي اسبانيوليه فرونسي وحتى بلونغلي. قال لها علاش ما قلتيش ليا هادشي من الاول؟ ما كانش كيصحاب لينا واش عندها شي ديبلوم. من بعد غادي يجي عند ماما وغادي يقترح عليها واش انها تجي الاداره تخدم فيها. فعلا بدات معاهم، لكن في ديك الوقيته كانت ديزا عليها بسبب داك السحر، وكانت مازال كتحس به، وكانت كتبغي غير بوحدها تخلوة مع راسها. كل شيء كانت يبان ليها كحل، حتى دوزت شي 5 سنين عاد بدات كتهدن، ولكن غير هي كتفلت الفجر شي نهار وما كتقراش الورد اليومي ديالها، كتمرض وكترجع ليها الحاله. ماما فاش تحولت الاداره وتقدت لها الخلطه ديالها، غادي يمرض راجل خالتي مينا بزاف وغادي يموت، وغادي نجيو انا وخالتي اسيا اللي مربيها جداتي لعند خالتي مينا. وهنا غادي تقترح على ماما علاش انك ما تخليش فاطمه الزهراء بنتك تعيش معايا، راه منى اللي هي جداتي ما غاديش تقد عليها، خليها ليا انا. في ديك الوقت شي ناس غادي يشوفوا خالتي اسيا اللي بغاوها لولدهم، وجو خطبوها من عند خالتي مينا. هاد ولدهم كان انجينيور في واحد الشركه اللي كانت كبيره وكان ميسور ماديا. غادي تشوفوا خالتي اسيا وتوافق عليه، وغادي نبقى انا وياه عند خالتي مينا، انا غادي نبقى كنقرا وهي غتسنى بدما انها تزوج. غادي يحولوا لي الانتقال ديالي من عند جده لعند خالتي في ديك المدينه، وماما غادي تقول دوك الفلوس اللي غادي نجيب بهم بنتي ونشد بهم شي مره تقابلها ونكري بوحدي، ودوك المصاريف اللهم نعطيهم لاختي اللي ما خلى ليها راجلها حتى شي ملك وتحضر ليا بنتي. فعلا هادشي اللي كان، غادي نعيشوا انا وخالتي اسيا مع خالتي مينا حيت بنتها تزوجات وبقات لها غير بنت وحده اخرى، وماما راه المصروف كتعطيه ليها، بمعنى كتخلص ليها الكرا والماء والضو وحتى المعيشه ديالها. ديك خالتي كانت في داك الاول كتعطينا في الامان بلي انا كل شيء هو هذاك، ولكن اسيا كانت عارفه خالتي على حقيقتها وبلي انها ما صافياتش حيتاش كانت كبرات معاها. انا كنت صغيره يلا في الخامس كنقرا، وكانت خالتي مينا كتجي كتغوت عليا وكتعطيني الشطه باش ندوزها، وانا عمرني ما درت الشغل ما كنعرفوش اصلا. وهنا فين بدات كتوضح الحقيقه ديال خالتي مينا، كنت غير تلعب ومخنته، وماما وحتى خالتي اسيا كانوا كيفيقونا غير بالصباح بالبوسان، واللي بغيتها كتجيني، كنت خارقه في الحنان. لكن واحد الوقيته غادي نطيح في الجفاف العاطفي مع خالتي مينا، فاش كتعطيني شي مهمه كتقول ليها خالتي اسيا لا انا اللي غادي نديرهم، خالتي كترفض وكتقول ليها لا خاصها تعلم تقضي الشغل، وكتبدا كتغوت عليا وتهددني اذا قلت شي حاجه لماما غادي توريني وتنتقم مني. واخا هكا كنت نبكي بالليل وخالتي اسيا كانت كتعنقني وكتبوسني وكتبدا تقول لي صافي ما تديهاش فيها. حتى خالتي اسيا راه كانت كتغوت عليها بزاف وكتقول ليها لو كان ماشي انا كاع ما يشوفوك دوك الناس، وكل شيء دابا راه بيديا، ومن دابا نقول لهم باللي انه خواتك خارجين على الطريق، اللي هما في الاصل ما خارجينش على الطريق، كل وحده فيهم زوجها وبدارها، وكتبقى كتهددها باللي انه غادي تبطل ليها زواجها الى ما اخره. خالتي اسيا كانت كتقول انا غير غادي نصبر بيد ما تزوجت وديك الساعه غادي نقطع معاها. المهم دوزتها عليا هي واحد بنتها اللي كانوا تيعيطوا عليا الدابه عزكم الله، وانا ما كنتش عارفه بلي انه الدابه المعنى ديالها هي الحيوان. حيدت لي اللعب ديالي وكتمنعني من اللعب، وفاش دخلت للمدرسه منعتني من الصحابات وغوتت عليا اذا جاب الله شافتني مع شي وحده غادي تقتلني. انا كنت نخاف انني نعاود لماما لانها تنوض تنتقم مني، نوضت فيا الرعب، دارت فيا الرعب، بعكس بنتها اللي كانت كتعاملها كبنتها وعكس داكشي اللي منعها عليا انا. هادشي بلا العصا اللي كانت كتضربني لاسباب تافهه، واسيا شحال من مره كانت كتحامي عليا وشحال من مره غوتات عليها وصرفقاتها، كانت خالتي مينا طاغيه بزاف. من بعد غادي يقرب الزواج ديال خالتي اسيا وتزوجات داك الرجل اللي قلت لكم عليه. خالتي مينا فهاد الوقيته بحال ما حملتهاش علاش تزوجات ولا كرهاتها ولا ما عرفتش. المهم هذاك النهار اللي غادي تبغي تمشي فيه مع راجلها غادي تسمعها واحد الهضره وغوتات عليها. خوت خالتي اسيا هما اللي تكلفوا لها بكل شيء، بكاع داكشي ديالها، بالعرس من الاول للاخير، عاونتهم جده في شي حاجه. واخا هكاك خالتي مينا كانت كتشيع عند كلشي كاع الناس، كتقول لهم بلي انه هي اللي دارت من عندها وبلي هي اللي صرفات عليها ودات لها العرس. المهم تزوجات، والنهار اللي غادي تمشي فيه مع راجلها لمدينه وحده اخرى غادي نبدا انا كنبكي، حيتاش عرفت بلي انه منبع الحنان من بعد ماما ما بقاش ليا، مشى فحالو. وماما راه كانت كتجي غير من الويكاند للويكاند، ما كانت خدامه. قبل ما غادي تمشي غادي تحن على ودني خالتي اسيا وغادي تقول لي
سمعي يا فاطمه الزهراء، ما تبقايش تخافي، غير بقاي تقولي لماماك الحقيقه. مشات وبقيت مع خالتي مينا اللي كانت كتستغل ماما مزيان، ماما اللي كانت كتعطيها تقريبا خلصتها كلها ومبرعه بها، وماما كانت ساكنه مسكينه غير في بيت مع الناس، عكس خالتي اللي كانت عايشه حياه نتاع الاغنياء. طرطاس ديال الكريم كل جمعه وغير كيتلاحوا في السبل، والعراضات هاك بالك، الفرماج، الشاركوتري، الجبل، الحوايج، كل شهر جلابه، حتى ولا البلاكار ديالها ما كيتسدش بجلالب. وما نعاودش لكم على الروايح غير ديال الماركات والكريمات، ما كانش كتقول لا راه اختي مسكينه كتضرب تماره باش تجمع هاد البركه، كلات فيها وشبعات. خالتي اسيه فاش مشات كانت عولت هاد خالتي مينا باش انها تولي حتى هي كتصيفط ليها الفلوس، وهي اصلا ما كانتش خدامه، راجلها اللي خدام، شنو غادي دير؟ واحد النهار فاش غادي ترفض خالتي اسيه وغادي تقول ليها وامينا راه كيعيقتي عليا، ما بقيتش غادي نسكت لك، واذا تنسكت لك راه غير حيت كنتي مزيراني. تخيلي شنو غادي دير خالتي مينا، غادي تمشي عند حمات خالتي اسيه وتقول لها راه خواتات فلانه، خواتات اسيه، راه خارجين على الطريق، وبلي انا واسيه كانت على علاقه بشي واحد. لكن سبحان الله اللي حسن حظ خالتي اسيه انه حماتها كانت انسانه اللي متقي الله وماشي دغيا كتثق وما كتزربش. شو غادي دير؟ غادي تعيط لولدها اللي هو راجل خالتي اسيه وتقول ليه انا جايه ندوز معكم شي ايامات. هي فاش غادي تمشي لعندهم غادي تخلي ولدها حتى يمشي للخدمه وتقول لاسيه اجي جلسي ندوي معاك، انت يا بنتي ما شفت منك غير الخير ومربي ومرزنا وحسن مع راسيتي الاخرين. انا دابا بغيت غير نقول لك بلي انه جات عندي مينا وها شنو قالت ليا، وانا ما عارف شنو ندير، خفت نقولها الفلان ويتيق هادشي ويطلقك، وانا دابا باغا شي استفسار منك انت الاولى. غادي تحلف ليها خالتي اسيه على القران بلي انه هادشي كله راه كذوب، وقالت لها بلي انه مينا باغاني نصيفط ليها الفلوس وانا ما يمكنش ليا نبقى نسرق في ولدك باش نرضيها هي. حمتها عجبها التصرف وقالت لها شوفي عافاك قطعي معها هنا وما تبقيش تجاوبيها. فعلا غادي تقطع مع كل شيء الا جده اللي حتى هي من بعد مده قطعت معها حيت غادي تمشي في صف خالتي مينا. المهم انا غادي نبقى مع خالتي، خالتي مينا بنفس المعاناه ديال العصا والتنمر على الشكل ديالي اللي كانت كتربطو بالعائله ديال بابا، واخا الحمد لله كان شكلي مقبول جدا ومحبوبه وما فيه حتى شي عيب، لكن هادشي كان تاثر عليا نفسيا وكان تفقدني الثقه في نفسي وتفاصيل كثيرة اللي ما تكفينيش فيهم صراحة زوج حلقات باش أنا نحكيهم. لكن باختصار مفيد، وخا هادشي كله كنت قراية حيت الأمنية ديال ماما أنني ننجح، وأنا تنكبر كنت مرة كنعاود لماما شي حاجة اللي غادي تصدم منها، قالت لي بلي أنها كانت كتقول إذا جبت بنتي وخليتها بوحدها في الدار شي نهار يقدر يدخل عليها شي حد، داكشي باش فكرت أنها تخليني مع أختها لأنه عمرها ما بانت لها بلي أختها وحشة. دازت سنوات وفي الباك ديالي غادي يكون خالتي مينا عندها الخليل ديالها اللي كان مزوج وعنده ثلاثة ديال البنات، لدرجة أنه بدات كتجيبو للدار وخا كاينة بنتها كان كيدور معاها بزاف، ولكن انا لا اصلا ما كنتش باغا. من بعد غادي يقرر باش انه يطلق مرتو ويتزوج بخالتي مينا، ولكن ما دار حتى شي خطوه، كان غير كلام فقط. فهاد الوقيته كان تيجي عندنا بزاف، حتى لواحد النهار غادي نكون تنجمع الحمام عزكم الله وغادي نلقى تيست نتاع الحماله اللي كان ايجابي، وهنا عرفت باللي انه خالتي مينا راه حامله. من بعد يومين غادي تدخل للدار مريضه مهلوكه وهازه خنجان تاع الدوايات، وفهمت باللي انه دارت اجهاض. هادشي ما فرص حتى شي حد من غير ماما اللي تفاجأت وبقات غير ساكتة وكاتم هاد السر. شديت الباك وماما سجلتني في واحد الجامعة معروفة، وخالتي ما غاديش يعجبها الحال وراكم عارفين علاش، حيت غادي نضطر أنا نمشي نعيش مع ماما، وهذا معناه بلي أنه الفلوس الصحاح اللي كتعطيها ماما ما غاديش تبقى كتشدهم في يديها، ماما يمكنش تصرف عليها وانا ما كايناش. حتى واحد النهار غادي نسمعها سد عليها في البيت وكتقول لذاك الخليل ديالها اللي كان باغي يتزوجها ما تدخلش لبنتها حيت كان بغى يدخل لي باش نقرا في واحد المدرسه باش انها تقرا في الجامعه، قول ليها اي كذبه انا ما بغيتهاش تمشي تقرا تما. المهم خالتي مينا كانت كدير كل ما في جهدها باش انها تحطمني وتقول لي كل صباح واش انت عندك شخصيه بعدا، واش تقدري على داك الشيء، واش هادي واش هادي، وهذا الشيء راجع لانني كنت حسن من بناتها وكنت كنقرا على بناتها. انا غير ساكته وباغا غير نمشي نبعد منها حيت دمرتني نفسيا وحرمتني من التواصل مع الناس، حتى ما بقيتش كنعرف كيفاش نتحاور. ماما غادي تكري واحد الدار وغادي تبدا تشري الاثاث بشويه بشويه، وانا غادي نعيش معها حيت ماما بحت لها بجميع الحقائق اللي كنت كندوز منهم. باختصار مفيد كيف قلت لكم بزاف ديال الاحداث، غادي نجح في السنه الاولى وعاونتني ماما في التوجه ديالي، وما نعاودش لكم كيفاش وليت تنحس. انا وماما مكونين عائله، خالتي اسيه غادي تدخل لينا راجلها مع انه خدام في نفس الميدان اللي قريت باش انني ندوز ستاج، ومشيت قلت معها شي اشهر وكنت فرحانه وحتى هي، وما خلات ما دارت عليا لا هي ولا راجلها. وبطبيعه الحال
خالتي مينا ما عجبهاش الحال. فاش سقط الخبر حاولت باش انها تدخل ما بيناتنا تخاصمنا، ولكن ماما كانت عارفه كاع الحقائق، كانت عارفه كل شيء. فهاد الوقيته غادي تقدم لي واحد السيد اللي صليت فيه صلاه الاستخاره وتيسر لي فيه كل شيء. درنا واحد الحفله اللي كانت على قد الحال، اللي ماما جهزتني فيها من كل شيء وبأدق التفاصيل. دارت لي ذهبي، القفطان ديالي، بيجامات، المكياج، من غير الدهاز الاخر اللي كبر بيا به راجلي. داز كل شيء ميسر وفرحنا. واخا خالتي مينا كانت كتقلب غير فين تنكد علينا، ولكن حتى حد ما كيديها فيها، حيت عرفنا الحقائق ديالها. هي غادي تزوج بداك السيد وغادي تمشي لعند دارو وكتربي ليه فولادو. بناتها غادي يتناقشوا معها وغادي يتخاصموا معها وتفرقوا عليها، ما بقاوش تيهضروا معها. وهي ولات حالتها كاع داكشي دوزات عليا، ربي انتقم منها. ولات لا علاقه لها مع الانسان تاع شحال هذه الطاغيه. انا تاقلمت مع العالم ديال الزواج وغادي ندفع للمدرسه ديال المهندسين وغادي نتهز وتيسرات لي الامور. ومشيت لديك المدرسه في مدينه واحده اخرى اللي راجلي غادي يبدا يديني ويجيبني. عانى معايا مدة سنتين بيد ما خديت الدبلوم ديالي. راجلي مكبر بيا وبماما وبجداتي فاش كتجي عندنا، وبسطامهم ما تيحلوش حيتاش هو ما مخصصني من والو، وكيفرح بيهم كيف ما كيفرح بدارو. من بعد باك بلس 5 انا اليوم تخرجت مهندسة الدولة، من بعد كفاح ومعاناة واجتهاد. الفضل راجع لماما من بعد الله، اللي ما استخسرت فيا صراحة حتى شي حاجة، لا صحتها ولا حياتها ولا فلوسها ولا حتى شي حاجة ولا حتى شبابها. ماما اللي كانت مكافحة وكانت بألف رجل، اللي كانت تمنى أنني نحقق لها داكشي اللي بغات ونخليها تفتخر بيا أكثر وأكثر. أنا اليوم كنشوف الفرحة والافتخار في عيني الماما. تقدروا تسألوا مع راسكم فين هو بابا هاد المدة كاملة؟ صراحة أنا ماشي على تواصل به. مرة واحدة فاش غادي يحاول يعيط ليا فاش كنت في الباك، ولكن ما حسيت من جهته صراحة بحتى شي إحساس، قطعت عليه لأنني ما عرفتوش. من ديك ساعة ما بقاش تواصل. أنا تنقول صراحة كون هو كان بغيني وبشدة كان غادي يقلب عليا باش أنه يتواصل معايا، وأنا أصلا عمرني ما غادي نعطيه شي فرصة، حيت ببساطة لا يستحق الأبوة. لكن قبل ما نقول لكم بلي أنه حكيتي كتالي هنا، عندي نصيحة للبنات واللي هي كتالي. يوقع اللي وقع ما يتخلوش على قرايتهم وعلى أنه يوصلوا. أنا ماما ما قد نقول لك ما عمرها في حياتها حطماتني، وخا ما نجيبش النقاط ولا ما نجيبش، كتقول لي مسكينة الناس اللي كيقراو بلي أنت قراي بالليل وبالنهار وزيدي للقدام وما تستسلميش، ما عمرك تحطي من راسك وهذا، لا زيدي للقدام ودعي لله. ومسكينة ديما كتزيد بيا للقدام، ديما كتشجعني. هاني ساليت قرايتي هاد العام، دابا الحمد لله تخرجت مهندسة في جيني اندستريال، الحمد لله والشكر لله. وفرحت اعتراف سوتونس ديالي فاش عطاوني داك لومو باش نشكر لا فامي ديالي، راه كتبكي. وعرفتي فرحت 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 انه حقق لها حلم من الاحلام ديالي. وكنقول يا ربي الا حسن نعاونها دير غير شي دار ديالها يا ربي، وتفرجها كيما بغات ودير داكشي اللي في الحلم ديالها، ونصيفطها للحج يا سيدي يا ربي. طك وراني راضيه عليك دنيا واخره. عرفتي ديك الكلمه كانت عندي بالدنيا وما فيها، عرفتي الحمد لله والشكر لله. اللي نبغي نقول للبنات ديما امهاتكم حطوهم بين عينيكم، وما عمركم تخرجوا الطريق ولا تقولوا لا واحد الظروف كانت سبب. انا كانت عندي فرصه انني نخرج الطريق ونكون بحال البنات، راه البنات اللي كانوا ساكنين معايا في لي شومبر اللي حدايا كانوا كيركبوا مع الدراري الطوموبيلات وكيخرجوا الطريق وهذا. وشحال مره شحال من وحده فيهم قالت لنا يلا، قالت لي الله معنا. وانا كنت كنقول لا، كنقول ماما كتثق فيا ودايره فيا ثقتها، ما نخونش الثقه ديال ماما وسيدي ربي كيشوفني. ما عمركم تخونوا الثقه ديال والديكم، ما عمركم تقولوا الظروف كانت سبب، الظروف ليست بسبب. ما عمري نحط الظروف سبب، بلا نتقاتل نديها في قرايتي، ناخذ عندي بلوم اللي نوقف عليه واحد النهار نلقاه. راجلي زعما متفهمني ومساندني ووقف معايا الحمد لله والشكر لله. اللي بغي البنات يستافدوا من هادشي انه ما عمرهم يقولوا الظروف كانت سبب ويوقفوا عند واحد النقطه ويقولوا صافي سالات حياتنا. لا، شوف شحال وقع لي وشحال وقع، واخا كنبقيت شاده في قرايتي وبقيت شاده في التربيه اللي ربتني ماما والثقه اللي تيقه فيا ماما. وكنقول يا ربي نوصل ونفرحها الحمد لله، الله عرض لي غير الخير في حياتي. خالتي دابا تلات بها بواحد ليالي ماشي تلات ما واحد الزواج على اخر عمرها وعلى شرفها، ماشي تلات ما وشوهات وبناتها ودعادات مع عمها ومع هذا على والو. وهكا كنقول هذوك دعاوي الناس فيها، دعاوي الناس فيها حيت ما كنتش كتعامل الناس مزيان وكانت كتبروفيتي في الناس وخصها غير ماتيريال غير ما تاكل وتشرب في الناس. والحمد لله على كل حال. وهذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكايتنا الليله. صراحه ما عندي ما نزيد في هذه الحكايه لانها حكايه كتكلم على راسها. فانا بدوري كنتمنى لهذه العائله انها
تستمر فيها السعاده ان شاء الله، وانه فاطمه الزهراء تحقق كاع داكشي اللي بغات لراسها ولماماها، وتكون خير ومثال لولادها المستقبلي ان شاء الله. هذه كانت حكايتنا الليله. خليو شي كلمه زوينه لخالتنا نوره اللي هي ماما فاطمه الزهراء، اللي ما عرفتش واش تشوف هذه الحكايه ولا لا، وخليو كلمه حتى لفاطمه الزهراء لانه شاركت معنا هذه الحكايه الايجابيه والجميله. تسناوني غدا في حلقه جديده ماشي من هذه حكايتي، ولكن قصه غادي تكون رائعه وموضوع جد جد مهم خصكم تسمعوا ليه. فدمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو غدا ان شاء الله. سلام سلام.